انا هو كحل العفطه اللي تقول تحت قليبه من داكشي المعتبر. النهار مشيت نعقد على مرتي لقيتها كبيره عليا ب 11 سنه، وهيها الخدوشه صغيره اصدقات كبيره عليا ب 11 عام. واللي وقع الخوت واللي كيوقع حاليا نعود لكم الحفار قبري. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم البنات. قصه واش من قصه، جيمو كومونتير وبارطاجيو يلاه نسمعوها كاملين. سميتي جمال وفي العمر ديالي 37 عام، واليوم جيت نعاود لكم قصتي ومشكلتي. انا الخوت تقلبت واحد التقليبه 5-5، ودابا حاليا عايش واحد المشكل خايب مع الزوجه ديالي، وجيت لعندكم لهنا نعاود المشكل اللي عندي لعل وعسى نخرج بشي حل. غادي نعاود لكم على الصور ديالي وكيفاش داز. تزاديت وتربيت وسط اسره محافظه وعلى قد الحال. الاب ديالي نجار وامي ربات بيت، حنا سته بينا، ثلاثه ديال الذكور وثلاثه ديال البنات، والولاد هما الكبارين، البنات جايين مورانا. انا هو الثاني في خوتي، عندي خويا الكبير وانا موراه. كنت واحد الدري اللي قراي بزاف، وكنت عزيزه عليا القرايه، كانوا عندي طموح بهذا المعنى. غير خوتي اللي كانوا صراحه غشاشين، لا خويا اللي كبر مني لا خويا اللي صغر مني، والوالد دائما كان كيعايرهم بيا، كيقول لهم شوف اخوكم فلان. داكشي علاش كانوا خوتي شادين معايا الضد، وما كنتش كنتفاهم معاهم مزيان، وطلعوا من الصغر ديالي كيكرهوني وما كيحملوش فيا الشعره. المهم خوكم كان قراي، وكيف ما قلت لكم ما كنغيبش نهائيا من قرايتي ودائما الكتبه في يدي. ولكن خوتي العكس ديالي تماما، خويا الكبير غادي يخرج من المدرسه، وكان ديك الوقيته خرج من التاسعه كنسقط فيها وما بغاش يكمل، اما انا في ديك الوقيته كنت في السابعه، خويا اللي كبر مني كان في الثامنه. المهم كملت في القرايه ديالي وغادي مزيان وبخير وعلى خير. كنا ساكنين في واحد الحي اللي مجموع فيه غير الناس الدراوش، وكلهم الصراحه كنت عزيز عليهم، حيت انا واحد الدري اللي كنت ثقيل في العقليه ديالي، ماشي من النوع ديال الدراري اللي خفاف. خوتي الصراحه كانوا كيطيروا مع الطيور، الا انايا كانوا دائما كيقولوا لي انت داير بحال البنيته، البنت اللي كتكون رطبه، اما الراجل خصو يكون حرش. وانا سبحان الله داك الحرشيه الزايده ما عندي ما ندير بها، كنت واحد الانسان مسالم ونقدر نسمح في حقي غير باش ما نديرش الصداع والمشاكل الوالديه. كنت كنتعرض لبزاف ديال الضرب، خصوصا الدراري ديال الحومه وديال المدرسه. كان مثلا الا جا شي واحد يطلب ليا شي حاجه وما بغيتش نعطيها له في القسم لداخل، كنخرجوا لبرا كيشدني كيعطيني قتله ديال العصا، وما كنتش كنقدر ندافع على راسي، وما كنهضرش على حقي نهائيا. اما حتى خوتي ما كانوش كيدافعوا عليا، بالعكس الا شافوا شي حد كيتنمر عليا ولا مثلا كيتعدى عليا كيقولوا لي عطيه زيدو يستاهل، هذا راه داير بحال بنيته، لدرجه كانوا مسمين عليا في المدرسه كامله جميله. المهم واخا هكا كان داكشي كاع ما اثرش فيا، كنت كنقرا القرايه ديالي، كنت كنقول مع راسي الا سهل عليا الله غادي يجي واحد النهار انا وغادي ناخذ هاد الثمار ديال هادشي كاع اللي راني كنحصدو، وغادي اللي كنزرعو وغادي يجي واحد النهار غادي نحصدو، وغادي نولي مزيان وغادي نولي احسن من هادو كاملين اللي كيعايروا فيا. وصلت للسيزيام، وهنا بحال بغاو الدراري يخرجوني على الطريق، كانوا تفاهموا عليا وكنحرشهم عليا خويا الكبير، وقالوا لي زعما خصو ضروري التبلة. هاد خويا الكبير كان التبلة ليهم بالكارو. واحد المرة شتو كيكمي مشيت قلتها للوالد، شدو حتى قتلة ديال العصا واخا كان كبير، وكان حلفها فيا، قال لي هاد الكارو هذا اللي انا مبلي به، لما تبليتيش اكثر منه ما تسمينيش خوك ولد امك وباك. داكشي علاش حرش عليا داك الدراري باش يفلسوني ويخرجوا عليا. في الاول كنت باغي نتجر معاهم، ولكن في الاخير ربي سبحانه وتعالى فيقني، وعرفت ان داك القضيه اللي كانوا باغيين يديروا ليا هي غير قال. واحد النهار قالوا لي تمشي معنا حكا راه كاينه واحد المناسبه عند واحد من دوك الدراري ديال العائله ديالو، وقالك بلي غادي يديروا الجوق ويديروا القصاره. وداك الدراري معروفين كيشربوا وكيكمي، وكانوا اصلا كبارين عليا، وكانوا باغيين يجروني باش يديروا ليا شي حاجه غير باش زعما نطيح انا من النظر ديال الاب ديالي، ويقول له بلي ولدك اللي كنتي كتعايرني بها هو تا هو مبلي. كانوا باغيين يشربوني ويديروا ليا بزاف ديال الحوايج، ولكن الله سبحانه وتعالى مع الجميع. واحد في دوك الدراري انا كنت درت فيه واحد الخير شحال هادي، كان كيقرا معايا في نفس القسم، كان مسكين كاسول وما عندوش مع ديك الماده هذيك. انا غادي نكمل انا الاول، عطيت الورقه ديالي للاستاذ وشديت الورقه ديال الوثائق وحطيتها له، قلت له ها كنقول صاحبي ماشي مشكل. وكان الاب ديالو كيحلف له ديك العام، قال لي الا ما نجحتيش غادي ندير لك ونفعل لك، وكان خيفان. وفضل الله وتما الفضل ديالي هاد الدري غادي ينجح، وكان دائما كيقولها لي، كيقول لي ما عمر خيرك غادي ننساه. ولكن داز السنوات وداز بزاف ديال الوقت حيت هادشي وقع في الثامنه، وانا هادشي غادي يديروا ليا في السيزياماني. المهم هاد الدري بحال كلا خاطرو عليا، بحال ما بغاش ياذيني،
وجا عندي مسكين وقالها لي، مع انا صافي قررت نمشي مع صحابي، هم ماشي صحابي الانتي ولكن كانوا كيقراو معايا وكنت كنعرفهم. المهم هما ولاد حومتنا وفي نفس الوقت كنعرفهم معرفه زعما زوينه، يعني بيناتنا واحد المعرفه اللي كانت قريبه بزاف، كنا كنمشيو جميع كنجيو جميع، ولكن انا خاطري بداكشي اللي كيديروا. صافي جا عندي داك الدري ديك النهار قال لي فلان، قلت لي نعم، قال لي خويا خير كدايس فيا وما عمرني غادي ننساه، والله الا قلت لكم الخوت باللي نسيت شنو درت فيه ما غاديش تشيقوني. قلت ليه اش من خير صاحبي، علاش كتهضر، فوقاش درت انا فيك شي خير، على انا درت الخير في راسي بقى لي غير فيك نتايا. قال لي والله الا درتي فيه واحد الخير ما ننساهلكش، وها شنو درتي فيه وشنو درتي وشنو درتي. عاد عقلت قلت لي ايوا انت صاحبي، هادشي داز عليه بزاف ديال الوقت، جاي دابا تفكروا نتايا. قال لي شوف اخويا واخا حنا كنساو ربي ما كينساش. قلت له فعلا ربي ما كينساش. قلت لي المهم شنو تما، قال لي ها ما كاينه ما كاينه ما كاين، راه فلان وفلان وفلان راه متفاهمين عليك يديوك معاهم. قلت لي فعلا، راه قالها لي السيد اللي عندهم المناسبه في العائله وقلت لي نمشي. قال لي راه متفاهمين معاك عليك، وخوك هو اللي مدور معاهم باش يديروا لك هذا المقلب، وراه باغيين يبليوك ويديروا لك بزاف ديال الحوايج، وباغيين يشوهوا الصوره ديالك قدام والديك وقدام الحومه كامله. قلت لي خيار، قال لي هادشي اللي كاين هو هذا. قال لي انا عارف المخططات ديالهم كامله، وانا خويا ما نقدر زعما نشوفك هكا كتظلم ومبقى ساكت. قال لي انت واحد الوقيته راك جيت وعاونتيني، وتا دابا بغيت نرد لك ديك الجميل. قلت لي اسيدي الله يكثر خيرك، واصلا بلا جميل. المهم بقيت كنفكر مزيان، قلت شوف الخوا كي دايره. المهم شكرتو جزيل الشكر، قلت لي شكرا الله يعاونك. جاو الدراري، جات الوقيته ديال المناسبه، جاو عندك الكي الله تمشي. قلت لهم سمحوا لي انا راه الكرشي ضراني ما قدتش نتحرك من هنا ليه. لا ويلا وغادي تولي مزيان. واحد فيهم قال لي انا نشيك الدواء غادي تروح. قلت ليه اش بيني وبينك تشري لي الدواء، شتيني يتيم ولا كنطلب انا الدواء في بيبان الجامع؟ انا راه عندي والديا شي ولي الدواء اللي خاصني، وزيدوا انا ما نمشيش ولا نمشي داك الحفلات. قلت لهم نزيدكم، راه الوالد ديالي ما بغاش تصورت معاه. وقال لي لا، بداو كيعايروا فيا، قالوا لي انت بنيته وانت، قالوا لنا مبنت وما تيقناكش، والبنات هما اللي كياخذوا الشوار ديال الوالدين. قلت لها سيدي انا بنت ومراه وهجاله وارمله وفيا جميع الصفات الانثويه، غير سيروا بصحتكم وراحتكم، انا ما نمشيش وما عنديش مع القصير وما عنديش مع الصغير، حيت العيالات راهم كينعسوا بكري وانا مراه خويا، لا حيني مراه ويقتلني مرا، كونوا غير نتوما ورجال. وزايد نسيروا ديو معاكم خويا فلان عزيز عليه القصير. هنا فاش قلت لهم ديو معاكم خويا فلان بحال تخليهم الحجر مع الصباط، وتنوى انني نكون عارف شي حاجه. ولكن داك الدري مسكين كان رغبني وقال لي عافاك ما تقول والو من هذا الشيء، حيت الا بقيت تقلتي لهم غادي يعرفوني انا، ولا عرفوني انا غادي ينتقموا مني، وانا ما عنديش الجهد لهذوك، هذوك راه ما كيخافوش. صافي مشاو بحالاتهم، هما ما عجبهمش الحال، الحمد لله ربي نقدني. وهنا زدت زيرت راسي في القرايه، اما خويا كان دار واحد المنتف ومشى فيها بعام ونص ديال الحبس، سبحان الله العظيم والله ما بغيت له انا داك الحبس، ولكن هو اللي كان كيجر راسو للمشاكل، وفين ما كانت شي مصيبه كان كيمشي ليها. الوالد ديالي مسكين كان كيبقى فيا، كيقول لك انا الدري اللي كنت عوال عليه هز معايا الحمل ديال الزمان ها هو خرج مفلس. الوالد ديالي في الاول مسكين كان كيدير له المحامي ويطلع يهبط، ولكن بعد خويا ولا عنده الحبس بحال دار باه، ولا كيدخل الحبس عام ونص عامين، كيخرج شهر شهرين، كيولي عاوتاني عامين ثلاث سنين، دائما كتضبلو العقوبه. هو خويا كان تبلى بداكشي ديال المخدرات، وكان كيبيع ويشري فيه، ودائما شادينو بالمناسب، وتبلى لينا حتى بالشفاره، حيت الخدمه الدرع والو، راكم عارفين الانسان بلي يقدر يدير اي حاجه باش يكمل بليا. اما اخويا اللي صغر مني كان حتى هو خدم على راسو، ما كملش في القرايه، كان دار غير واحد التكوين ومشى يخدم على راسو. بالنسبه ليا انا كملت القرايه ديالي، درت 3 سنين ديال الجامعه ودفعت للماستر، الحمد لله الوالد ديالي مسكين اللي خدمو كيدفعوا ليا. خويا فاش كيقول ليه الوالد صافي انا ما بقاش عندي ما نخسر عليه، ما نخسر عليك، كيقول ليه انت كتخسر غير على فلان، فلان الموظف، فلان اللي باغيه يتوظف، فلان اللي باغيه يخدم عليك، اما انا ما باغيش تخسر عليا. كيقول ليه انا خسرت عليك دم جوفي، واش انا فين ما نخرجك من الحبس تولي تدخل لي، شنو بغيتيني انا ندير؟ قال لي صافي تحمل المسؤوليه ديالك، ما راكش صغير. ديك الوقيته خويا كانت عنده 28 عام، دوزها كامله حبس، كل مره كيخرج شهر شهرين كيولي الحبس بعام عامين. المهم الحمد لله ربي سهل عليا وغادي نتوظف، شديت فواحد الوظيفه واخا ماشي شي حاجه، ولكن الحمد لله بعدا خديت شي حاجه بديك القرايه وداك السهر وديك التماره اللي كنت كنضرب، وما مشاتليش فالصو. دازت الايام ودازت السنين، خدمت تقريبا 3 سنين في الخدمه ديالي، ترسمت فيها وليت الحمد لله مزيان،
هزيت راسي على والديا، يعني غير من ناحية ديال المصروف، اما حتى من ناحية ديال السكن. الوالد ديالي داك الساعه كان بدل السكن، كنا شارين واحد البقعه ارضيه وكان كيبني فيها غير بشويه، ما كانتش مصلوحه. كنت باغي نعاون الوالد ديالي باش يصلحها، هو يقول لي لا ولدي هاد الدار ديال الوراثه، ما يمكنش تجي تصلح فيها غدا بعد غدا، نموت انا راه غادي يجيو يفرقوها معاك انايا بالسنتيم. من الاحسن ولي الا بغيتي تخسر سير شوف شي دويره ديال السكن الاقتصادي وخلص بها بالطريف. قلت ليه الوالد انا ما عندي ما ندير بشي حاجه سميتها الريبه، انا فلوسي راه ممكن نخبيهم، وحتى انا شي بقعه ولا ان شاء الله تنجمع واحد البركه ديال الفلوس تكون مزيانه وشي شي دويره، واخا نشري غير شي سفليه كمستقله ونبقى نصلح فيها، المهم يكون خير ان شاء الله. داكشي اللي كان اخوتي، كان الطموح ديالي القرايه والوظيفه، قريت وكملت قرايتي وتوظفت الحمد لله، ولا عندي طموح انني ندير دويره وندير طوموبيل. قلت انا غادي ندير الطوموبيل هي الاولى، حيت الخدمه اللي كنت كنمشي ليها كنت كنضي بلاصه تقريبا في الطوبيس وفي الطاكسي، ولا لقيت عاد المركب راكم عارفين. المهم بقيت كنخدم يلا يلا سهل عليا الله، شيت واحد الموطور، بقى عندي داك الموطور ظرف عامين ولا وركبيه كيضروني بزاف بسبب داك الموطور هذاك، حيت البرد وراكم عارفين. هي هذيك قررت انني نشري طوموبيل، شريتها غير بالكريدي ولكن ماشي بالريبه. انا كنت ضد ديال انني نشري شي حاجه بالريبه، واخا درهم واحد الريبه ما ندخلوش فلوسي وما ندخلوش في رزقي. كان عندي واحد صاحبي في نفس الخدمه، كانت عنده مراته عندها واحد الطوموبيل كانت باغا تبدلها، يعني كانت كتقول لي هاد الطوموبيل زعما رجاليه ماشي ديال العيالات، وكانت باغا تبدلها. وكان سمعني انا كنهضر الطوموبيل مع الطوموبيل، قال لي ودي مراتي باغا تبيع الطوموبيل الا بغيتي تشريها عليها. قلت ليه شحال؟ قال لي وديها بشحال شريناها، كنا شريناها جديده وراها شحال تزولك منها، راه يلا عامين دابا باش راه عندها باقا نقيه وهادي. قلت لي ولكن انا ما عنديش داك المبلغ، ما كرهتهاش الطوموبيل زينه، حيت انا شحال من مره شفت داك الطوموبيل، كانت مرتو شحال من مره كتوصل لراجل هكا الخدمه ملي كتكون هو طوموبيلته في الكراج ولا شي حاجه، كنت شايف داك الطوموبيل. واحد النهار جابها ليا هو، جاب الطوموبيل لمراتو قال لي هاد الطوموبيل باش تشوفها مزيان سييها. المهم الطوموبيل نقيه ومزيانه، مع العلم انني كنت داير داك الساعه البيرمي ديالي. قلت لي ولكن ما عنديش انا داك المبلغ اللي غادي نعطيه لك دقه واحده. قال لي شحال عندك؟ قلت لي عندي القد والقد، راه عاقل كنت شي الطوموبيل ديك الساعه بسبعة المليون، وكانت يلا عندي شي 4.5 ولا ما كاملاش. قلت لها تبقى لي القد والقد. قال لي ماشي مشكل، ارى داكشي اللي واجد لك وتبقى دوز بالطريف، كل شهر عطينا طريف. مسكين دار فيا الثقه وتكاتب معايا على داك الطوموبيل على اساس خلصتها كامله، وبقيت كل شهر كنعطيه الخلصه ديالي كامله كنخلي غير باش ندور، مع ما كنت لا مبلي لا بالكارو ولا بالخروج لا بالدروج. سبحان الله العظيم كان عطيني ربي واحد العقل في شي شكل، الصلاه والعباده ودخل السوق راسي ما عنديش مع بنادم، وكنت داكشي اللي كنخدمو تقريبا كنخلي منو هكا 20% ولا ما كانش، كنعاون فيه الوالد ديالي في المصروف ديال الدار. وليت انايا كنخلص ديك الطوموبيله شهر على شهر، الحمد لله حتى كملتها بالخلاص. ايوا درت الطوموبيله زوينه ونقيه، وليت كنمشي للخدمه ديالي مرتاح ونجي مرتاح. من بعد غادي نفكر نشري شي بقعه ارضيه ولا نشوف شي دار في شي سكن اقتصادي، ولكن بنفس الطريقه اللي خديت بها الطوموبيل. اول حاجه كريدي مضمون، ثاني حاجه ما فيهش الريبه. مشيت عند صاحبي اللي شريت عليه الطوموبيل ديال مراته، سولته على هذه القضيه، قال لي ودي انا راه عندي جوج بلانات. قلت ليه فين؟ قال لي في البلاصه الفلانيه. قال لي عندي جوج قطعات ارضيه، وحده فيها 80 وحده فيها 120، وشوف اللي بغيتي، وحده راها جايه على الشارع وحده جايه شويه لداخل. قلت ليها سيدي انا ما بغيت بو الشارع، انا بغيت شي وحده تكون لداخل، يعني بغيت غير شي بقعه تكون ماشي بالضروره تكون كبيره، واخا تكون غير صغيره واخا غير 70. قال لي هذيك ديال 80 راه عندي لداخل، يعني جايه داخله في الديور. قلت ليه ماشي مشكل بغيتها، ولكن صاحبي لا دير معايا ديك الطريقه اللي درتي معايا في الطوموبيل، وانت جربتيني وانت شتي المعقول زعما ما غاديش نقول لك عليه. قال لي وشحال تقدر تسبق لي؟ قلت ليه انا غادي نشوف الوالد يسلفني الا عنده شي حاجه مع داكشي اللي جامع، وراني غادي نبقى نعطيك. قال لي صافي كون هاني. المهم قال لي ها بشحال غادي نبيع لك؟ كان داك الوقت شويه العقار رخيص، كنحسبها لي ب 16 المليون. الوالد ديالي مسكين غادي يسلف لي 6 المليون. قال لي يا ولدي هاد 6 المليون ما تعطيهانيش دابا بلاتي عليك. المهم بديت كنخلص داك السيد بالطريف، وليت اخوتي درت خدمه اخرى فوق الخدمه ديالي والوظيفه ديالي، وليت خدام واحد الخدمه حره كنت كنديرها بالليل، كنت خدام مع واحد المحامي في المكتب ديالو، كنت خدام غير في البيسي، كنت كنمشي عندو غير من الليل لليل. من بعد وليت كنخدم غير في الدار، وكان كيخلصني واحد الخلصه زوينه. المهم كنت خدام على راسي، داكشي اللي كان كيعطيني داك المحامي كنت كنصرفو على راسي وعلى والديا، وكنعطي منو شويه للوالد، كنت بحال كنجمع له فلوس وما كنعطيهالوش ليدو،
يعني تقدر تجمع له فلوسه. اما بالنسبه للسيد كيف ما قلت لكم كنت كنعطيه خصي كامله ديال الوظيفه، مع كنت الحمد لله زادوا لي في السلم، وليت كنتخلص مزيان، وليت كنعطيه خصي كامله في الشهر، كل شهر كنعطيه الخصه ديالي كامله. الحمد لله ربي وفقني وخلصت ديك البقعه ارضيه، وليت كل مره كندير فيها شويه. المهم كيف ما كيقولوا بديت كنحقق الطموح ديالي، وهنا لقيت راسي بديت كنكبر شويه. خويا كان دوز واحد العقوبه الحبس وخرج، ملي خرج بعقله. هاد المره قلنا الحمد لله راه دار عقله، جا عند الوالد قال ليه با، قال ليه نعم، قال ليه انا بغيت نتزوج. قال ليه الوالد وهاد المره هادي عندك ما تصرفي عليا؟ قال لي وابا انا بغيت نتزوج، ما بغيتش نمشي للحرام، ولا بغيتو تعاونوني على هاد الحلال؟ انا بغيت ليه الحلال، ما بغيت والو. وبالنسبه للخدمه با انا غادي نزير راسي، واللي دارها الله هي اللي كاينه. جيت انا عند الوالد قلت ليه شوف الوالد ماشي مشكل، بغى يتزوج خليه يتزوج فيها الخير. جا خويا اللي قلت لكم الوسطاني كان خدام، غادي يجبد واحد شويه ديال الفلوس وغادي يعطيه. قال لي هاك انا نعاونك، بغيت تزوج نوض بسم الله. واحد اختي كانت تزوجت بواحد الراجل لاباس عليه، حتى هي مسكينه عاونت، كانت عطاتو شي 5000 درهم وانا شديت مليون وعطيتها له. قلت ليه ماشي مشكل هاك ونوض اخويا تزوج، جمعنا له شي 4 المليون تقريبا. الوالده مسكينه كانت باعت شي شويه ديال الذهب كان عندها، الوالد عطاه شويه، خويا عطاه شويه، اختي عطاتو شويه، المهم جمعنا له. وتختي الصغيره كانت مسكينه كتشد المنحه في الجامعه وجمعت واحد 40000 ريال وعطاتها له، قالت له حتى انا نعاونك ونوضي دير عقلك ونوض تخدم على راسك. درنا له واحد البيعه وشريه، ودرنا له واحد التفريشه كان كيدير فيها غير داكشي ديال الحوايج ديال الدراري الصغار، مره يبيع مره ما يبيعش، ولكن الحمد لله ما بقاش كيدير لينا المشاكل. قال لك سيدي انا بغيت نتزوج بنت عمتي، كانت عندنا واحد بنت عمتي في العروبيه وكانت عاجبه ولا ما نعرفت. المهم قال لك هو بغى بنت عمته، قال ليه الوالده ودي ولدي ما تحشمنيش مع عمته. قال لي انا باغي بنت عمتي وربي كبير، انا عارف راسي شنو كندير. ايوا كانوا ناضوا مشاو باش يخطبوا له. قال لي الوالد يلاه ولدي تمشي معنا. قلت ليها الوالد انا ما عنديش كيفاش ندير، كنت ديك الساعه شاد الكونجي من الخدمه ديالي الرسميه وكنت خدام مع داك المحامي صباح وعشيه. كيف ما قلت لكم كانوا عندي بزاف ديال الطموح، كنبني في الارض ديالي خصني نبنيها باي طريقه حتى انا باش نتزوج ونولد وليداتي. صافي قلت لها الوالد غير سيروا انا عندي الخدمه ان شاء الله من بعد ملي ترجعوا باش تفضيو غادي نرجع معاكم. داكشي اللي كان فاش مشاو يخدموا بنت عمتي عفوا، انا ما قالوليش شنو واقع، حتى من بعد غادي نعرف باللي عمتي هذه كانوا عندها 4 ديال البنات، 3 زوجتهم وحده بقات، والكبيره في خواتاتهم هي اللي بقات. البنت اللي كان باغيها خويا تزوجات، حنا اصلا ما عندناش الخبر. عمتي زوجت بنتها ودارت ليها صداقه وصيفطتها مشات لدارها بدون ما تعلم حتى شي واحد. من فاش جاو الوالدين قلت لهم شنو درتو؟ قال لك ايوا البنت اللي كان باغيها راه لقيناها تزوجات، لقينا اختها الكبيره هي اللي كاينه. وراه قالت لي عمتو الا بغيتي البنت ها هي دي بعقلها ورزينه وبنت الدار وكذا وهي اللي تصبر معاك. قال لهم صافي بسم الله. ايوا قلت انا الله يسخر. قال لك الوالد ايوا ولدي دابا ها انت المره الجايه ملي نمشيو نفضيو فيها ونديروا العقد ديالنا غادي تمشي معانا نتايا. قلت لي واخا الوالد الا كنت مسالي ماشي مشكل. قال لي لا ولدي ضروري تمشي معانا، وراه حنا من هنا واحد 15 يوم غادي نوليو، راه غادي يجمعوا البنت الوراق وحنا غنجمعوا الورق وغادي نجيو لهنا للمدينه نعقدوا. قلت لي واخا حتى تجيو لهنا للمدينه تعقدوا وغادي نتشوف مع عمتي وبنتها وداكشي. قال لي لا ولدي ضروري تمشي معانا باش نحطوا الفلوس ديال الصداق ونتفاهموا على كلشي، وديك الساعه هما يلحقوا بينا للمدينه باش نعقدوا هنايا. ما بغيتش نخسر الاب ديالي خاطره، كنت كنخدم الصباح والعشيه وكنزيد سوايع اضافيه باش نكمل مع المحامي الخدمه ديالو باش يخلصني فيها، باش داك اليومين هذيك نمشي مع الوالدين ديالي للعروبيه. داكشي اللي كان النهار اللي جمعنا المسائل ديالنا وغادي ندين الذبيحه وغادي نفضيو في بنت عمتي، السيد ما كاينش. فين راه فلان فين راه فلان؟ قال لك سيدي ما كاينش، تعطل علينا هزينا راسنا ومشينا، حيت قال لي الوالد انا غادي نمشي نخدم ولا تعطلت ولا شي حاجه سيروا نتوما تلحق بكم. وجا الوالد قال لك يلاه نمشيو حنايا هو تيلحق. قلت ليه شوف با فين باغيين تمشيو نتوما بلا عريس؟ راه ما يمكنش. قال لك هو راه شاف البنت وتفاهم معاها صافي، حنا نمشيو نفضيو له صافي. صراحه ما عجبنيش نهائيا داك القرار ديالهم. ايوا مشيت مع الوالدين ديالي ما لقيت ما ندير. ولا قلت لكم انا داك بنت عمتي ما شتهاش ما غاديش تثقوا بيا، ما شتهاش ما دخلتش عندنا. كان الوالد والوالده ناضوا عندها وهضروا معاها، كانت مشات معاهم وحده من خواتاتي. المهم داكشي داز الشنطه، نهضرنا مع باها مع امها صافي، حطينا الفلوس ديال الصداق، درنا الاثنين الجاي غادي يجي باش يديروا العقد. كنا حنا مشينا بحال نقولوا الاربع مشينا، والاثنين قلنا لهم تجيو للمدينه باش غادي يديروا العقد ديالهم. اي واش غادي نقول لكم الخوت الناس صافي قادوا المسائل ديالهم جمعوا الوريقات ديالهم، خويا ما بالوش الاثار.
النهار اللي غادي تجي عمتي من العربيه خويا مازال ما جاش، جاي عندي الوالد قال لي ولدي دابا شنو؟ قلت لي شنو با انا شنو دخلني في هادشي؟ قال لي اخوك ما جاش وعمتك داري معاها الكلمه، وانا عمتك حلفت لها بالله باللي ان شاء الله ما غاديش نحشموها، واليوم راه ما غادي يجيو باش نعقدوا، كيفاش هاد البلان؟ قلت لي با انا ما عندك ما تقول لي، شوف مع ولدك المعني بالامره انا لاش. المهم حنا عاد كنهضروا خويا يتمجى جاي سكران مقرقب، قال لك انا داك الزوج اللي ما غاديش نتزوجوا. قال لي الوالد كيفاش انت شنو كتقول؟ قال لي والو با انا ما غاديش نتزوج، وزيدون انا راه بانت ليا واحد الدجاجه بكمونها. الساعة ما كناش عارفين خويا شنو كيخطط، ولكن من بعد فاش غادي يدخل خويا الحبس عرفنا الدجاجه بكمونها اللي كانت باينه له كان نصب على واحد السيده وبغى يدي ليها رزقها. المهم كانت دخلته للحبس كانوا حكموا عليه تقريبا بتسع شهور. صافي هي هذيك قال لك حنايا راه بانت لي تجاب كمونها، وانا صافي ما بقيتش باغي نتزوج بنت عمتي. جا الوالد قال لي هنا على الشيطان ولدي سير دوش وشرب واحد الكاس القهوه كحله باش تفيق، راك انت سكران وشاب. انا قلت لك غادي تحشمني مع عمتك ولكن انت قلتي لي لا با ما غاديش نحشمك. قال لي يا سيدي انا حشمتك، شوف فلان راه ما كيحشمكش، وهو راجل عليا هو خدام وموظف وزوجه هو نيت. جيت انا قلت له دخل سوق راسك ماشي شغلك فيا، النهار اللي جيتي بغيتي تزوج راك انت اللي قلتي للوالد باغي تزوج ماشي انا، لصق فيا بغى يضربني. جا الوالد بقى كيفرقنا قال لي ولدي الله يعطيك الرضا الا ما دبر راسو خليه ربي اللي يخلصو خليه، هذا راه واحد الحيوان منه. قال لي خرج عليا من داري ما تبقاش تدور عليا، سير وليدي الله يتبعك البلا، مورها بعدا غادي يتشد في الحبس. المهم حنا داك النهار يلا عاد كنهضروا تقريبا مع ديك 11 ونص كنلقاو عمتي وراجلها والبنت خلطوا، اول مره غادي نشوف بنت عمتي. هي كتبان لي زوينه ما بيهاش عاديه دايره الحجاب ديالها الجليبه ديالها. المهم سلموا علينا، بقى الوالد مسكين كيشوف فيا عمتي كتشوف فيا، قالت لي يلا خويا بحرا نمشيو بحرا نقدوا العقد ديالنا بحرا هادي. قال لي اختي واخا واخا تسني واحد شويه ويكون خير، وإلا ما زناش هاد النهار حتى الغدا. قالت لي لا خويا ضروري نعقدوا اليوم باش نطلعوا بحالنا، وانت عارفيني ما عنديش العوين، وراه باها اللي غادي يوقف تما راجا، انا اللي غادي نوقف تما هاني البنت اللي نخليوها مورانا هي معانا، خلينا الزريبه خاويه ضروري نوليو. عيط لي الوالد البيت قال لي ولدي جيتك بوجه الله والنبي رسول الله الا ما ولدي نقد الموقف. قلت لي كيفاش هبا غادي نقد الموقف شنو غادي ندير؟ قال لي واه شوف وليدي ها انت هادي راها بنت عمتك ومنك وليك، واش ما تدخلك ما يستاهلهاش. قلت لي اها ومن بعد؟ قلت لي انا نهضر معاهم ماشي مشكل نفهمهم. قال لي لا ولدي انا هاد اختي بالذات ما بغيتش نتحشم قدام راجلها اللي حاسب في راسو ما عاد شنو، وراك شفت داك النهار جالس علينا عندكم ايوا ضحكوا علينا ويلاه با يلاه يلاه باش قبل خويا حيت هو في الحبس وما كانش عاجبو اصلا بنتو تزوج، وغير من اللي خويا بغى يتزوج وحنا قلنا صافي غادي تجي تتوب على يد هاد البنت قلنا نرغبو ونزوقو باش يعطيو لنا الدريه. وتا البنت كانت كترفض الزوج ولكن فاش جا خويا بغات، واش كانت هي ويا على علاقه ولا كانت كتبغيه ولا الله اعلم، المهم كاينه تما شي حاجه. صافي قلت ليها با انا شنو كتقول لي؟ قال لي ولدي انا مزوق فيك ياك غادي تزوج غادي تزوج، وانت راجل بعقلك وما تعرفش هاد البنت هادي اللي غادي يكون عندك فيها الخير، نوضا وليدي توكل على الله ودير هي وما غادي يكون غير الخير. قلت لي دابا با شنو المطلوب؟ قال لي نوض تعقد على البنت. قلت لي با واش منيتك؟ قال لي نوض تعقد على البنت. قلت لها با انا ما باغيش نتزوج دابا، وانا النهار اللي غادي نقرا نتزوج خصني نكون مسالي داري. قال لي شوف اولدي حس اختارضا نوضا وليدي ما تحشمنيش، وانا لما هاد الزواج الا ما بقاش حتى كمل انا راه غادي طيح ليا الماده ولا غادي نتعوق. قلت لي با ماشي الخطا دارو ولدك وانا نتحمله. قال لي شوف ولدي ما كاين حتى شي خطا، الخطا اللي دار خوك هو الكلمه اللي عطينا لعمتك وراجلها، وانا ما رضيتش نقول لهم لا. قلت ليه والزرده تقول لهم انا خطبت للكبير وجاي ندي للصغير؟ قال لي يا سيدي ماشي شغلك هذاك الشيء انا اللي غادي نحلو، بقيت انا غير كنشوف. امي ما عجبهاش الحال قالت لي ودي خلي الدري علاش غادي تقدموا في هاد الزويجه هذه وزيدون؟ قال لها ما زيدون حتى شي حاجه انت سكتي وسدي فمك. بقيت غير كنشوف، والنقطه ديال الضعف ديالي انا هما والديا، ما قلت لكم من الصغر عندي شخصيتي هكا يعني كنبغي نرضي الجميع. صافي هي هذيك ملي قال لي الوالد هاد الهضره بقيت غير كنشوف. قلت ليه با شنو غادي نقول لك؟ اللي بغيتي ديرو ديرو. مشى عند عمتي وراجلها وبنتها قال لهم اودي سمحوا لي ولد الحرام الاخر راه شنو وقع شنو وقع، ودابا غادي نفرحكم هاد البنت هادي ما تستاهل غير ولدي فلان بعقله وبالوظيفه ديالو، عنده جوج وظيفات كيتخلص القد والقد،
وعندو البلان ديالو راه كيبني فيه، عندو طوموبيلتو هو اللي كيصرف على الدار، وهداك راه غير سكيري ما غاديش يصلح لها، غيحشمني حشمني معاكم. المهم با بحال بدا كيزعف وكيعنتت، قال لي حنا عطيناك البنت للدري الكبير ودابا واش كتضحكوا علينا؟ عمتي سكتت ما قالت والو، اما البنت قال لي الوالد في الاول بغات تهضر ولكن ما سكتت، قالت لها صافي بنتي وما تعرفي فاش الخيره. صافي ضربت لصقت، قال لك سيدي ماشي مشكل، انا ما جامع لا ورق لا والو. ايوا قال لهم الوالد غادي تسناو تصبروا غير هذه الليله، هذا النهار حنا نجمعوا الورق قدنا الحال باش نعقدوا فيها، وفي الاخير ما قدناش حال حتى الغدا، فعلا ما غاديش يكفينا الوقت. بديت كنجمع في الورق ديالي وانا صراحه مزير. ايوا النهار ديال العقد الخوت مشينا عند العدول عادي، واخا هاد بنت عمتي ما تجرأتش وما هضرتش معاها وما سولتها حتى على شي حاجه، غير مجرور خوكم وصافي. ايوا هي دخلنا عند العدول، جبد العدول جبد هكا داك الدفتر ديالو فين كيسني وفين كيكتب المعلومات، بدا كيسولنا، عطيت لاكارت ديالي، عطات لاكارت ديالها، بقى كيشوف لاكارت ديالي، كيشوف لاكارت ديالها، كيشوف فيا وكيعاود يشوف فيا، هو يقول لي فلان بن فلان. قلت لي نعم سيدي. قال لي واش في خبرك بلي السيده كبيره عليك؟ انا صدمني الصراحه، البنت هي في الوجه ديالي ما كتبانش كبيره، انا تبارك الله كنت طويل ووافي، زعما اللي شافني هكا وشافها كيقول انا اللي كبير، ولكن البنت راها في العمر كبيره عليا. وهي تنطق ما قالت له لا البنت راه هكا غير زدنا ليها ما زدنا ليها. قال لي شكتي الشريفه، هنا حنا كنشوفوا هذا الشيء اللي عندنا في لاكارت. قلت لي انا ما في خباريش صراحه. قال لي على نتوما ما تفهمتوش نتا وياها وما عرفتيش شنو في العمر ديالها؟ قلت لي لا ما عارفش شحال في العمر ديالها. جيت نعاود ليه شنو وقع، هو الوالد ديالي يهضر، قال لي اودي معليش واش غادي طيبها؟ قال لي ماشي مساله ديال غادي طيبها، البنت راه كبيره عليه بزاف. قلت لي شحال كبيره عليا؟ قال لي راه كبيره عليك ب 10 سنين قريب 11 سنه. قلت ليه كيفاش؟ قال لي كيف ما كتسمع. الخطبة لقيت ما نقول وما لقيت ما ندير، لقيت راسي محصور ما بين الاب ديالي والوالدين ديالها والبنت. بدات كتبكي، هو يقول ليها العدول، قال لها شوف بنتي هاد الاجراءات راه جاري بهم العمل، انت راه كبيره على الدري بالقد والقد. ايوا نتقبا، قال له لا وراه حكا غير زدنا لها في العمر. قال لي لا الشريف ماشي القضيه ديال زدتو لها في العمر، البنت ها شحال عندها واشنو عندها. المهم بقيت انا غير كنشوف ما لقيت ما ندير. جاء الوالد ديالي قال لي شوف ولدي، جرني هكا شويه قال لي شوف ولدي راه ما يمكنش زعما نجيو حتى لهاد النقطه ونسمحوا، صافي كبيره عليك كبير عليا عادي. قال لي الاعمار واش حساب لك راه غادي طيبها ولا العمر؟ ماشي شي حاجه غير مجرد رقم وصافي ولدي توكل على الله. لقيت ما ندير الخوت، تلقيت راسي صافي سنيت على داك العقد ولات هاد السيده الزوجه ديالي. من تما خوتي وانا عايش ماشي هو هذاك، كنقول انا علاش نخلي راسي نتقل بهاد التقليبه؟ علاش انا ما نختارش الزوجه ديالي؟ علاش ما ناخذش شي بنت اللي تكون كتعجبني انايا وناخذها؟ صراحه بيني وبينكم هاد بنت عمتي ما خصني معاها حتى شي خير. في الاول فاش تزوجنا كانت ساكنه غير مع الوالدين ديالي بين ما كملت الدويره ديالي، دابا حاليا عايشه معايا الحمد لله. من نهار تزوجتها ربي هو مفيد عليا من خير ومن رزقه. بالنسبه لخويا دوز واحد السنوات ديال الحبس وخرج كيقول لك علاش تزوجتي بالبنت اللي كنت انا باغيها. المهم اخوتي لقيت راسي مشكل بزاف، مرتي دابا حاليا والده معايا جوج ولاد وبنيه، ولكن ما عايش داك العيشه اللي كنت كنتمنى نعيشها. سبحان الله عايش معاها وكنحسها دائما كبيره عليا، هي اللي قلتها ليها كديرها السمع والطاعه، ما عمرني شفت عليها شي حاجه ماشي هي هذيك، الدخول والخروج بالاذن ديالي، ما كتردش عليا الهضره. شحال مره كندور فيها دور الزمان كتبقى غير ساكته ولا كترد على عينيها، ولكن كنحس اخوتي انا براسي مظلوم، علاش ما نتزوجش شي وحده اللي نكون انا باغيها؟ وبالخصوص انني حاليا تعرفت على واحد السيده جات جديده معايا الخدمه تقريبا هذه عام ونص باش بدات معنا الخدمه، وكتعجبني بزاف وحسيت براسي انني باغيها، وما كرهتش انا نتزوج بالبنت اللي انا باغي، لان هذيك كانت مفروضه عليا وزيدون كبيره عليا في العمر. والله الخوت ما عرفت شنو غادي ندير، خايف غير نظلمها. كنعين قلب لها على السبه ما لقيت لها حتى شي سبه، هي الصراحة بالجمال ديالها جمال عادي طبيعي، ماشي نقول لكم انها زايدة شي نغيزة ولا فيها شي حاجة متميزة، عادية بحال كاع العيالات. ولكن الخوت السيدة اللي كنعرف دابا كنحس بلي هي مختلفة على مراتي بزاف، وبلي انا قريب منها، وهي اصلا صغيرة عليا في العمر تقريبا بخمس سنين، وانا خوتي ما قادرش نعيش هاد العيشة بحال هادي. دابا كنفكر اما نطلق المرأة ونجيب الثانية، مع العلم ان الثانية ما عندهاش جرام د المشكل، قالت لي من حقك تزوج وانا قابلة عليك.
واخا عندك المره الاولى. بالنسبه لمرتي انا مازال ما قدرتش نواجهها ونقول لها بلي انا باغي نتزوج، حيت فين ما كنهضر معاها في هذه المساله وكنقول لها انا هذا الزواج كان غصب عليا، يعني تزوجت بك باش نرضي والديا، كتقول لي انا ما عندي حتى شي ذنب في هذا الشيء. كتقول لي وزيدون الا بغيتي تزوج زوج تزوج الله يسهل عليك، انا هاني مع ولادي وسير تزوج اللي تبغيها انت ولكن بشرط. كنقول لها شنو هو الشرط؟ قالت لي المعاشره الزوجيه ما تبقاش تعاشرني نهائيا، صافي صرفي على ولادك وخليني نكبر وليداتي. هادشي اللي كاين اخوتي، دابا جيت اليوم عندكم لهاد القناه بغيت نحكي لكم هاد المشكل اللي عندي حاليا. كنحس براسي تقولبت وسمحت في حقي، واش ما من حقيش انا نتزوج بالمراه اللي بغاها قلبي؟ انا داك الزواج كان مفروض عليا، وزيد خويا اللي دائما داخل خارج للحبس ودائما كيجي عندي وكيبقى يخشي فيا الهضره وكيقول لي طمعتي ليا في المراه اللي كنت باغي ندي، مع العلم انها جات منه هو قال ليهم ما بغيتهاش. المهم اش غادي نقول لكم الخوت، انا كيبقى فيا غير الوالد ديالي اللي كيقول لي ولدي الا بغيتي تدي السما من الرضا من السما من الارض ما تديهاش على خوك، خوك اعتبروه هبيل وما عندوش العقل. وهذا اللي كاين اخوتي، شكرا لكم وبسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال هذا الاخ هذا جمال يا جمال، فهو من حقك تعيش الحياه اللي بغيتيها انت ومع من بغيتيها انت، ولكن ما تعرفش شنو اللي فيه الخير وشكون اللي فيه الخير، عسى ان تكرهه وعسى ان تحبه. فاش غادي نقول لك اخي الكريم، هو هاد المراه الا كانت مسكينه مراه مزيانه كيف ما كتعاود عليها غير الخير، صابره مقابله وليداتها جالسه في دارها صاينه راسها صاينك حتى نتايا، الصبر الحب راه كيجي من بعد، وما كاين حب بيني وبينك راه ما كاين لا حب ولا استحمص، راه غير الكذوب. شتي والله ما كاين شي حب، والله ما كاين شي حب، انا نقولها لك من هنا. بقى مع الزوجه ديالك وحمد الله وشكر وما تعرفش فاش الخير، وراك قلتيها قلتي من اللي تزوجتي بها وربي نفيض عليك من خيره. فداك الشيء ديال الحب وديال الرومانسيه داك الشيء خليناها الافلام والمسلسلات، اما في الحقيقه والواقع ديالنا خصوصا في هذا المجتمع وهذا الزمن اللي كنعيشوا دابا راه ما كاين لا حب لا والو، كاين غير المصالح، كاين اصحاب المصالح وصافي. فنتمنى ان شاء الله ما تظلمش الزوجه ديالك وتفكر 700,000 مره، والعمر كيف ما قال الوالد ديالك راه مجرد رقم، ربما هي كبيره عليك راه ناضجه عليك بعقلها عليك، فهمتي؟ راه بعقلها وناضجه، يعني راه صعيب في هذا الوقت تاخذ بنت تلقاها في ديك العقليه ديال مراتك، يعني شوف انت هذه القضيه من الناحيه الايجابيه. اما تديها صغيره تديها انت يا عندك 37 تديها مولات 15 عام تديها عاد راه عزبه كيف ما بغيتيها، ولكن راه واش غادي تكون بحال مراتك اللي راه شاده تيقرا ومقابله وليداتها؟ فضرب الحساب ديالك مزيان مزيان مزيان. وهو الزواج راه حلال ما تناوت ولا تربع، ولكن واش تقدر تعدل؟ هذا هو فين كاين المشكل. فاخي الكريم كنشكرك بزاف، كنتمنى البنات ينصحوك، شكرا وبسلام عليكم.